أهلا بكم متابعينا في أول عدد من بودكاست موضوع جديد ستكتشفونه بعد قليل. ونحن نمارس يومياتنا بأدق تفاصيلها، قد تصادفنا أحداث ووقائع أو مواقف تخصنا ربما، أو نكون شهودا عليها لا علاقة لنا بها، لكنها قد تترك فينا أثرا عميقا وربما أثرا سطحيا تبعا للعواطف التي تفاعلت في ذلك الموقف، وحتى ارتباطا بالشخصية وصفاء القلب وطيبته، ليتم تحديد عمق ذلك الأثر مما يدفعنا لانتهاج سلوك وتصرف قد يكون لا إراديا نابعا من عمق الجوارح للتفاعل مع ذلك الموقف، فيقشعر البدن حتى أنه قد تحضر الدموع من دون موعد. الآن تحضرني مفردة واحدة، الإنسانية، تلك الصفة التي تجمع العديد من المقومات والمبادئ والقيم الأخلاقية غالبا. كوننا من جنس البشر، فنحن ذات من روح ونفس وجسد. هذا التشكيل البارع الدقة المنسجم والمتناغم فيما بينه، الذي صوره الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة، وغرس في ذواتنا الرحمة والرأفة ورقة القلب وطيبته، والتعايش والتضامن مع الغير حتى مع الحيوان أكرمكم الله، حتى الرجولة والمروءة، وجعلنا نحكم تلك المقاومات والمبادئ والشيم والقيم في علاقتنا بالآخرين في مختلف المواقف الإنسانية. فإنسانيتنا تولد معنا فطريا بأعلى نسبة لها داخلنا، لتتجلى لنا بشكل واضح وجلي عند الأطفال، لأنها لم تتعرض لتأثيرات الحياة المختلفة، وبمرور المواقف والأيام والسنوات قد نحافظ على ذلك المستوى العالي من الإنسانية وقد نفقدها تدريجيا. لهذا نجد في هذا العالم الواسع بشرا تجرد من الإنسانية، والدليل دماء الإنسان تسيل هنا وهناك، كرامة تمسح بها الأرض، تعذيب وتنكيل، دم الإنسان أصبح لا قيمة له. أكيد من يفعلون ذلك هم بشر من دون ذرة إنسانية. هنا لابد لنا من إعادة النظر في هذا المصطلح، إما بإعادة صياغته أو تغييره بمصطلح أدق، فقد أصبح مصطلحا نجوف يعبر عن قيم المفروض أنه يمتلكها إنسان مثلي ومثلك يا صديقي، وبسبب ممارسات الإنسان الغير إنسانية بالمرة جعلنا ندرك أن تلك التسمية قد انفصلت عن المعنى السامي لها، فأصبح المصطلح من دون ركائز تحمله، والمعنى يعبر عن أمر أرقى من الإنسانية، لأن هذه الأخيرة أصبحت تساوي الوحشية في المعنى بسبب ممارسات من سميت عليه الإنسان. لو اقتصر الأمر على الحروب والإجرام بقتل النفس البشرية كان من الممكن استصعاب حله ومعالجته، لكن الأدهى والأمر من ذلك في الآونة الأخيرة وفي بقعة ما من هذا العالم السيء ظهرت مطاعم خاصة نوعا ما، وأنت تطلب الأكل تجد على رأس القائمة لحم البشر كوجبة أساسية، حتى أنك يمكن أن تطلب معها مقبلات وتحلية. ليس بعيدا عن ذلك تدخل عند جزار في بلاد الروهينجا، أكيد قد مر عليك هذا الاسم من قبل، تلك الأقلية المسلمة في بورما، فتخير بين لحم عجل فتي وبين لحم الإنسان المسلم، وأنت تختار ما ستعده لتقدمه على طعام الغداء. كيف لنا نسمي تلك القيم والمبادئ والصفات الراقية على إنسانيتنا؟ يجب أن نجد لها تعبيرا أكثر إنصافا يعطيها حقها كاملا، نظرا لتلك المشاعر والعواطف التي تحملها في ثناياها. فالإنسانية لم تعد اسما على مسمى بسبب وحشيتنا. طبعا لا زال الخير في البشر كيفما كانوا وأي ديانة اتبعوا، ما دام الأمر يتعلق بالفطرة. إلى هنا أصدقائي
انتهى موضوعنا لهذا اليوم، انتظرونا مع مقطع جديد وموضوع جديد عما قريب إن شاء الله. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي، أنا مقدم هذه السلسلة صالح بوزيان، إلى اللقاء.